السلام عليكم، مش حوالكم البنات؟ ان شاء الله راكم كامل بخير. نشكركم ياسر على اللي سقساو عليا واللي ديما يخلوا لي تعليقات مليحه وايجابيه. رجعت لكم بعد غياب تقريبا 3 شهور. هذا اول فيديو راح نديره مخصص الطريقه اللي تعرفوا بها ولا الطريقه تاع اتجاه النسيج، لانه ديما مؤخرا في الفيديو تاعي ديما نوضح لكم الطريقه اللي نطبقوا بها القماش واللي هي متعلقه باتجاه النسيج. ديما يجوني تعليقات عليها، انا ما فهمتكش كيفاه طبقتي. من المره هذه كعاد عندي الرولو تاع القماش، راح نوري لكم مباشره على الرولو تاع القماش وتبقى لكم الطريقه واضحه وما نبقاش نعاودها لكم في كل فيديو. يعني نبقى نقول لكم راني طبقت حسب اتجاه النسيج، وديما ترجعوا للفيديو هذا. راح نحاول كيفاه نخلي لكم الفيديو مثبت في اليوتيوب، لاني ما نعرفش كيفاه نقدر نخلي فيديو ديما يجيكم في الواجهه نتاع القناه هكذا. باش اللي تدخل ديما نقولها روحي الاول الفيديو ولا اللي راهو مثبت تلقاو الفيديو تاع اتجاه النسيج. راح نبداو بربي ان شاء الله. شوفوا الرولو راني وقفت لكم هكذا بالعاني كيما يعود واقف في الحانوت. نتوما البنات كي تروحوا تشروا القماش تاعكم تلقاو مجموعه تاع الرولوات هذو حاطهم مول الحانوت كيما هكذا. انت اول سؤال مثلا ولا اغلب الاسئله واش تقولي له؟ العرض تاع القماش خويا هذا قداه فيه؟ يقول لك مثلا كيما نهضروا بكري يقول لك انسى تعيك، يقول لك هذا بو عرضين. كي يقول لك بو عرضين صافي كاين واحد ماهوش عريض، تقول له قداه فيه العرض تاعو. يعني انت هنا في بالك، يعني باش نفهمكم طول بالتفصيل طول هنا هذا واش يدلك تسقسي على العرض. يعني العرض تاع القماش راهو ثابت تاع القماش لانه عنده عرض معين واللي هو معروف في اغلب الاقمشه وفي اغلب الرولوات اللي يعود متر ونص. بصح مؤخرا كما في القطيفه عندنا فيها متر ونص. ساعات يقول لك مول الحانوت لا القطيفه هذه اللي عندي راهي زايده عرض، راني جايب فيها متر و70 في العرض تاعها. يعني هنا واش تستنتجي؟ انه العرض تاع القماش راهو ديما ثابت والطول هو اللي يتغير. انت سقسيتي على العرض راهو ثابت، الطول ساعتها واش يقص لك؟ تقولي له نص متر، متر، 10 مترات، 6 مترات، هذاك الطول حسب انت واش حابه. يعني جبت لكم هذه بالعاني باش تفهموا باللي هنا راكم نتوما في نفسكم راكم عارفين باللي العرض راهو ثابت، على ذلك ديما نسقسوا عليه. ثابت في الرولوات، ساعات يعود متغير كما قلت لكم يعود زايد فيه متر و70، متر و60، والاغلبيه فيه متر ونص. واللي هو واش هو هذا العرض اللي هو من بدايه الرولو في البداية راح تعود فيه حاشية، وفي النهاية تاعو هنا تبعوني راح تعود فيه حاشية لتحت. عنده زوز حاشيات القماش، أي قماش فيه زوز حاشيات. راح نقدر نوري لكم برك الحاشية الأولى. أنا بالعاني حطيت لكم الرولو باش تفهموا، ها هي الحاشية الأولى اللي تجي هنا في الراس تاع الرولو، والحاشية الأخرى تعود لتحت. وهنا واش نلاحظوا؟ أنه القماش شوف كفاراو يتكسل لتحت، ما بين حاشية لحاشية القماش راهو يتكسل هكذا، بس هكذا يعود اقل. وكاين قماشات ما يتكسلش هكذا، بالعكس ديما يتكسل غير بالعرض. القماش راهو يتكسل بالعرض، اي قماش راهو يتكسل. ساعتها تبقى حسب النوعيه، كيما القطيفه معروفه بلي استيكي، بقماش تاع بيزو استيكي مثلا. الساتا يختلف، كاين عندنا انواع فيها لاستيك تتكسل، انواع ما فيهاش ولا فيها نسبه المرونه تاع القماش. ياسر كي يشوفوا الرولو واقف بالطريقه هذه يتبلها هذا هو الطول، والاغلبيه هذه هي الطريقه اللي يفصلوا بها القماش تاعهم على حسب الشرات. نقولوا 2 مترات، نبين لكم هنا في الرولو تروح تطبق القماش تاعها هكذا على 2 مثلا. انا دوكا ما تهمنيش الطريقه على 2 ولا على 4، وتزيد تطبق هكا وتروح تحط الباترون تاعها ولا الفصاله تاعها وتجي القندوره بهذا الشكل. عندك حاشيه الفوق وحاشيه لتحت. هذه البنات الطريقه اللي راهي غالطه، راهي عكس اتجاه النسيج، عكس كيفاه تخدم القماش. القماش ما تخدمش باش نفصلوه بالطريقه هذه. وقت تفصلي بالطريقه هذه في حالات نادره جدا، بغض النظر على الزبونه جابت لك القماش يكفي ولا لا، لانه اغلب الخطا يعود من الزبائن. تقول لك انا والله غير بزوج مترات دارت لي الخياطه الفلانيه قندوره ولبستها وجاتني زينه وفيها المراوح مانيش عارفه كيفاه فصلتهم لها بزوج مترات. يعني انت كي تطلبي 2 مترات ونص في القندوره العاديه يتبلها راكي تسرقي. بس القندوره هذيك تجيها ماهيش ايفازي، وسيرتو كي تقعد المراه بصحتها راهي لاطاي من فوق دوز اكس، من فوق اكس ال، راكي ما تقدريش تطبقي بالطريقه هذه، لانه هنا عرض الاوراق تاعك
راح يعود منكم اكثر من عرض نتاع القماش اللي راح تفصلي به. هنا ما ندوخكمش ياسر باش ما ندخلش في موضوع واحد اخر، راح نبقى لكم غير في اتجاه النسيج. كما قلت لكم اللي تشوف الرولو بالطريقه هذه وتشري القماش يتبان لها راهي شريت القماش تاعها ولا عاد تفصله بطريقه الطول، شريته هكذا يعني هذا هو الطول. لا، لانك انت اصلا كي دخلتي الحانوت ولا كي سقسيتي على العرض راهو ثابت على العرض راهو قده فيه. هنا نعرفوا باللي الطول باللي العرض لا يتغير، الطول اللي يتغير. تشري الكميه اللي بغيتي نص متر الا العدد اللي بغيتيه انتيا، هذاك هو الطول. الطول ماهوش ثابت، العرض اللي راهو ثابت معانا. انا دركا راح نبدا نقص اول طرف من القماش ونعاود نوريك كيفاه تطبقيه. احنا واش نديرو القماش تاعنا هذا بعد ما نقص دوكا 2 مترات ونص اللي نحتاجها، راح نشد الحاشيه هذيك راح اللي الفوق نديرها على الحاشيه اللي لتحت ونعود طويط القماش نتاعي على 2. ساعتها بغيت ندير الفصاله على 2 ولا على 4 هذيك حاجه اخرى. انا راح نقص انا هكا نخدم الطريقه تاعي فلاتولي هكا نخدم. ما نقدرش نقص كما يقص مول القماش، ندير هكذا باش ما يجينيش القماش نتاعي اعوج ونقدر نتحكم في الرولو، لان الرولو راهو ثقيل سيرتو تاع القطيفه. بالطريقه هذه عندي حاشيه هنا وحاشيه راهي لهي، راح نقص 2 مترات. شوفوا هنا بعد ما قصيت القماش دوكا تروحوا لاول حاجه باش تطبقوه، هذه الطريقه اللي ديما نصورها لكم. شوفوا القماش راهو مفتوح هنا، هاي الحاشيه الاولى وهاي الحاشيه الثانيه كما كان الرولو، يعني هنا الرولو تاعي راهو كان بالطريقه هذه، كان هكذا كان مرولي كيما هكذا. دوك انا واش ندير، هذه الطريقه اسمها الصحيح اللي هي نطبقوا القماش بالعرض. اخرين بنفس الطريقه راهم صحاح بصح التسميه تاعهم غالطه، تقولك نطبق بالطول. احنا علاه نطبقوا نقولوا نطبقوا بالعرض؟ لانه رانا نشدوا العرض تاع القماش اللي وضحته لكم من الاول اللي هو من حاشيه لحاشيه، هذا العرض راهو عندنا ثابت، راح نشدوا هذاك العرض ونعاودوا نطبقوه على 2. هاني هنا كيما حكمت، هاي الحاشيه الاولى وهاي الحاشيه الثانيه نحطهم على بعضهم ومن بعد تعدلي القماش نتاعك. دوك بالطريقه هذه راني طبقت القماش تاعي على 2. الحاشيه هنا راح تجيكم في اتجاه واحد، هاي الحاشيه تاع القماش تقعد لك هنا في القطيفه حاجه، راح تبعي الاتجاه تاعك تاع الوبر. اذا حابه تفصلي الفصاله تاعك الروبر جيك فونسي راح ديري الفصاله تبدا تهبط من الرقبه حرشه حتى لتحت، واذا كنتي حابتها تعود فيها اللمعه هذيك تاع القطيفه وتجي كلير شوي راح تفصليها رطبه من الرقبه تاعك وتهبطي، يعني حسب الملمس تاعك هنا واش حابه راح تفصلي من تحت ولا من الفوق. المهم الاتجاه تاع النسيج هذا هو، هذه الطريقه الصحيحه بغض النظر على التسميه، راح تقولي طبقت القماش بالطول ولا بالعرض. هذه باش هكا ما ندوخكمش في التسميات، طبقي بالطريقه هذه. دوكا بغض النظر راح ديري الفصاله تاعك ايفازي ولا راح تطبقي على 4، لازم تطبقي بالطريقه هذه. دوكا هنا تدخل فيها لاطاي، عندنا مثلا حتى لاطاي اكس ال، تقدري تطبقي القماش تاعك بالطريقه هذه وتزيدي تطبقي على 4. شوفوا معايا هنا راني عاود طبقته لكم على 4. هنا ديما عندنا في الامام والخلف كاين عندنا اختلافات كي نفصلوا الكنادر ولا في الروب تاع الحجاب، في تحريفة الابط مثلا في الرقبة ميلا للكتف، هنا هذوك الاختلافات راهم موحدهم ما نهضروش عليهم، بس هنا نهضروا على لاطاي. وقتها لاطاي ما نقدروش نفصلوا فيها على 4 كيما هكذا كي تفوت لاطاي اكس ال. وعلاه؟ لانه عندنا عرض الاوراق، عرض الاوراق هو اكبر حجم في الجسم تاع المرأة. دوكا هنا كي تحطي القياس تاعك تاع الاوراق على 4، دوكا على حسب كي تفوتي لاطاي اكس ال من هنا راح تفوتي الحاشيه هذه تاع القماش، يعني هنا تطبق تاع 4 هذا ما يجيش على لاطاي كامل، يعني من اكس ال وهبط. حالات خاصه اللي نديروها في 2 اكس ال كي تعود مثلا المراه محيط الاوراق تاعها ماهوش كبير ياسر. شوفوا دوكا في القطيفه هذه اللي عندي، انا القطيفه اللي عندي هذه فيها 170، يعني راهي زايده في العرض نتاعها شوي على القطيفه العاديه. دوكا انت واش ديري هنا، راح تقيسي من هنا مع حق الخياطه اللي عندي، عندنا 36 سنتيم، 36 كي نديروا الدوره كامله راح نلقاو الدوره كامل راهي 144، يعني اللي الاوراق تاعها ولا محيط الصدر تاعها
من متر وربعة وربعين في المحيط كامل، أكثر من هذا القياس ما تقدرش تفصل بالطريقة نتاع طبق القماش تاعك على ربعة. وكما قلت لكم القطيفة تاعي هذه راهي زايدة في العرض، مش كما القطيفة العادي اللي فيها متر ونص. هذه بالنسبة كي تطبقوا القماش على ربعة ولا على زوج. حاجة أخرى، الحاشية ديما لازم تنحوها البنات من بعد تطبقوا القماش تاعكم، ولا طبقي وتكملي كما ندير أنا مرات ونخليها هكذا على برا. وكي نقص الفصالة تاعي أكيد الحاشية هذه مش راح تدخل في الفصالة لأنها تكمش لك القماش تاعك. سيرتو كي تعود عندك خياطة في منتصف الظهر ولا الأمام وتقولي هذه الخياطة هذه الحاشية نستغلها. أنا صراحة بكري كنت ندير الديفو هذا، كنت نخلي الحاشية على أساس نشوفها أنها مطلوقة مش كيما في الكريب والساتا، كنت نقول القطيفة تتكسل معليش نخليها، بصح لا راهي دير لنا ديفو في الخدمة. نزيد نعطيكم معلومة واحدة أخرى واللي هي كما قلت لكم راهو لاطاي تاع المرأة تلعب دور كي تجي تطبقي القماش نتاعك على ربعة ولا على زوج. الموديل ثاني راهو يلعب دور هنا كي تعود المرأة مثلا حتى وضعيفة بغيتي إيفازي راح تطبقي القماش تاعك على زوج. في حالة ما إذا لاطاي تاعك ما تسمحش باش تطبقي على ربعة لازم ديري على زوج وديري طريقة الداخل في الخارج. القطيفة البنات راني وريت لكم قبل كي تشتو ديروا فيها إيفازي، راهو عندي فيديو قديم، ممكن اليامات الجايه نعاود ندير لكم الطريقه تاع الايفازي في القطيفه باش تقدروا تحافظوا على اتجاه تاع اللون، لانه القطيفه ما نقدروش نتعاملوا معها كما الاقمشه العاديه كما الفيبران الساتا الكريب الانواع الاخرى اللي ما فيهاش تغير تاع اللون. القطيفه راهي معروفه بلي يتغير لونها، حنا كي نديروا طريقه الداخل في الخارج القماش هنا راح يتبدل اللون تاعو. كاينه طريقه كيفاه نفصلوا القطيفه ونديروا ايفازي بلا ما يتغير اللون، لانه هنا راح نفصلوا جهه من بعد نعاودوا نقلبوا. شويه طرق هذو البنات راهم يدوا القماش، يعني ما نحو هذيك العقليه تاع تقولي نجيب زوج مترات ونخيط العروب هذيك كما بغيتها. اذا بغيتي الفصاله مليحه والموديل تاعك يخرج لازمك هنا ديما تجيبي القماش اللي يكفيك. شوفوا البنات المهم هذه هي الطريقه الصحيحه اللي تطبقوا بها القماش. عطيت لكم ثاني لمحه على الفصاله تاعكم اذا حابين ديروها على ربعه ولا على ايفازي. المهم تفكروا ديما باللي العرض تاع القماش راهو ثابت بغض النظر فيه متر ونص ولا متر وسبعين، هذاك ثابت لي في الرولو من حاشيه لحاشيه هذاك هو العرض. الطول هو اللي يتغير، شريتي نص متر شريتي متر لازم تطبقي بنفس الطريقه كل الاقمشه. ان شاء الله في الفيديو الجايين يكونوا متنوعين فيهم الفصالة وفيهم فيديو اخر كيفاه تعرفوا كيفاه تحطوا الباترون تاعكم على القماش باش ديما تتبعوا اتجاه النسيج. عندنا الديفو اللي مثلا كاين اخرين تقول لك وحتى وعكست واش هو الديفو اللي يخرج لي كي تفصلي عكس اتجاه النسيج. مثلا في القطيفة اول حاجة تديريها الديفو انه قندورتك ديما تعود رايحة للتحت كي تقعدي ولا حتى في المشية تاعك القطيفة تاعك ديما تتكسل لتحتها ما تتكسلكش حسب لاطاي تاعك. هذه اول ديفو. مثلا في الساتا ولا في الفيبران، في الفيبران دير لك مركاب، يعني ذكرتها لكم في واحد الفيديو من كثره القعاد كنت لاحظوا البيجامات برك اللي نشروهم خاصه اللي يعود القماش تاعهم شويه الكاليتي تاعو ناقصه، تلاحظي باللي مع الوقت البيجامه تاعك هذيك راهي مديره ركابي وكاين انواع ما يديروش هنا تلعب فيها الكاليتي تاع القماش والدور اخر تاع القماش كيفاه راهو مطبق. سيرتو لي فصلوا الخدمه سواقي راهم يحطوا برك ما يهمهمش اتجاه النسيج، المهم يخرجوا الموديل تاعهم يخدموه وساي. الديفو اللي وقعنا في الساتا راح نوريه لكم دوكا مادام عندي القماش. شوفوا عندي هنا طرف تاع الساتا راهو مطبق بنفس الاتجاه تاع النسيج، يعني الطريقه تاعي صحيحه، بصح كون نروح نطبقوا العكس يعني هكذا نتاع حاشيه لتحت وحاشيه لفوق. شوفوا الديفو اللي يعود لكم في الساتا خلوني من الخطوط هذو راهم هنا يبانوا باللي الديسان تاع القماش هو باين معكوس، بصح انت كي تخيطي وتروحي تخيطي من هنا العروب تاعك رانا عكسنا الاتجاه، درنا الحاشيه وحده لتحت وحده لفوق وفصلنا. هنا كي تخيطي وتروحي باش تحدي البلاصه هذه ما تتحطلكش بالحديده مهما ديري راح تبقى ديما واقفه. شوفوا هنا هذه التطبيقه هذه راح تبقى ديما واقفه كيما هكذا، عكس ما اذا كتبعي الاتجاه تاعك تاع النسيج. شوفوا كي هزيت القماش ماهوش بومبي من هنا، هذا بلا ما يتحدد ماهوش منفوخ من هنا، بصح الاخر يقعد لكم منفوخ كي تعكسي الاتجاه تاعك في الخدمه في القماش راح يجيك منفوخ، بصح كي تبعي الاتجاه تاعك صحيح يبقى نورمال.
هاو المعكوس يبقى ديما من هنا منفوخ وبومبي، او مش كيما الطريقه الاولى. هذه هي البنات الطريقه تاع اتجاه النسيج، ان شاء الله تجيكم الطريقه واضحه. هنا البنات بالنسبه للوقتاه نستعملوا الطريقه الغالطه في اتجاه النسيج، يعني ما تفصليش بالطريقه الصحيحه. كي تشري قماش فيه العتبه، العتبه واش هي؟ مثلا في الرولو كيما راهو هكا حطيته لكم، تلقاي في الاسفل تاع الرولو فيه ديسان، فيه رشمه، هذيك الرشمه تجي غير في التحت، الفوقه ما فيهاش. هنا كي تقلبي القماش تاعك ما يصلحش، تبعي اتجاه النسيج، هذيك الرشمه راح تجيك في الجنب. هنا يا اما تعودي مصممه ازياء عندك في الراس مليح وتخمي تعرفي كيفاه عديري مع القماش وتقصيه، بس ديما راكي مقيده بالزبون. احنا ديما يشتو يجيبوا غير زوج مترات، زوج مترات وربع ونص، يعني اقصى حد عندهم هي زوج مترات ونص، راهي بالنسبه ليها جابت ياسر قماش. هنا ممكن تتحايلي، بس الاغلبيه تاع القماش اللي يعود فيه عتبه ما نقدروش نمسوه، الا في حاله واحده تعود عندك العتبه لتحت والفوق، يعني نفس الرشمه. احنا نقولوها هنا في بسكره نقولوا العتبه، نتوما مانيش عارفه كيف تقولوا لها. المهم القماش اللي يعود فيه موتيف لتحت ولا رسمه لتحت والفوق ما كانش، يعني الحاشيه التحتانيه فيها رسمه والحاشيه الفوقانيه ما فيهاش رسمه، هنا ما تقدريش تقلبي القماش. هذه الحاله اللي نوقعوا فيها محتمه انه نطبقوا بالاتجاه الغلط. هذه هي برك، هذه المعلومه حبيت نزيدها لكم نتاع وقتها تفصلي تبعي الاتجاه الخطا، يعني ما نتبعوش اتجاه النسيج. اللي ما فهمتش حاجه كالعاده تخلي لي التعليق نتاعها، انا ان شاء الله راح نجاوبكم كامل، ما عدا اللي يفوتني التعليق تاعها ما شفتوش هذيك راهي تسمح لي، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.